بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبدأ بالفصل الثاني أو الشابتر الثاني، Software Processes. هذه المواضيع اللي راح نغطيها: Software Processes Models، Software Process Activities أو Process Activities، Coping with Change، التعامل مع التغيرات، Process Improvement. طبعا راح نتعرف على منهجيات تطوير الأنظمة أو التطبيقات، وراح نتعرف على الأنشطة لكل منهجية من هذه المنهجيات والأنشطة العامة كمان. راح نشوف كيف نتغلب على التغيرات في أثناء عملية تطوير البرمجيات، وكيف نعمل improvement على هذه الـ processes. في الأول خلينا نعرف الـ process أو الـ software development process. طبعا ممكن نختصرها software process، هي بالأصل software development process، منهجيات تطوير التطبيقات. طبعا كلمة تطوير مش المقصود فيها إنه شغلة يعني قديمة وبدنا نطورها، لا، هي يمكن المصطلح باللغة العربية تطوير، لكن هو معناه إنه أنا بناء الأنظمة، يعني بناء الأنظمة من الصفر، مش شرط تطويرها يعني تحديثها، يعني لا. software development process أو منهجيات تطوير البرامج. طبعا ممكن نعرف المنهجية هي عبارة عن structured set of activities required to develop a software system، هي مجموعة من الأنشطة المنهجية اللازمة لتطوير النظام أو software system. كل المنهجيات هذه تتضمن الأربع خطوات اللي احنا حكينا عنهم في الفصل الأول، اللي هي الاكتيفيتيز الرئيسية بنسميها main different software processes but all involve، كلها تتضمن خطوة اللي هي activity مهمة، اللي هي تحديد ال specification، defining what the system should do، اللي هي بنحدد فيها متطلبات الزبون، ايش بده الزبون مني في التطبيق هذا، يعني هذا التطبيق شو هي المتطلبات اللي اللازمة لتنفيذها. الاكتيفيتي الثانية هي الديزاين اند امبلمنتيشن، احنا كنا نقول عنها الديفلوبمنت، البناء او تطوير، عملية التطوير الرئيسية او عملية البناء الرئيسية، اللي هي تتضمن ديزاين اند امبلمنتيشن. احنا الفصل الاول كنا نقول عنها ديفلوبمنت ستيج او ديفلوبمنت اكتيفيتي، طبعا هي تتضمن ديزاين اند امبلمنتيشن، ممكن نحكي عنها ديزاين اند امبلمنتيشن اللي هي التصميم والتمثيل او امبلمنتيشن البناء. ديفايننج ذا اورجانيزيشن اوف ذا سيستم اند امبلمنتينج ذا سيستم، يبقى بنحدد من خلالها ايش هي الاورجانيزيشن اوف ذا سيستم، يعني تركيبة النظام، وكذلك كيف يتم بناء النظام او الامبلمنتيشن. الفاليديشن مرحله التحقق، اللي هي من خلالها بنتحقق هل المتطلبات هذه تم تنفيذها بشكل سليم. عشان هيك مرحله المتطلبات هذه مرحله مهمه جدا، ويجب صياغه المتطلبات بطريقه دقيقه وواضحه جدا، لانه لما اجي اعمل فاليديشن لازم انا اشوف هل هذه المتطلب أو هل هذا المتطلب تم تنفيذه أم لا؟ طب إذا كان المتطلب مكتوب بطريقة عامة هيك ومطاطة، معناته ممكن الزبون يفهمها بطريقة معينة والمبرمج يفهمها بطريقة ثانية، فيصير في اختلافات في عملية الفاليديشن. يقول أنا كان قصدي هيك وهذاك يقول لي أنا فهمتها هيك، طب لا، يبقى لازم السبيسيفيكيشن هذه، وهي مرحلة مهمة وهي أكتيفيتي مهمة، لازم تكون مكتوبة بطريقة صحيحة وسليمة وواضحة ودقيقة جدا، وراح نتعلم كيف نكتب السبيسيفيكيشن بشكل دقيق. الفاليديشن اللي حكينا عنها هي مرحلة التحقق من إنه المتطلبات تم تنفيذها وتم تمثيلها وتم تصميمها بشكل جيد. المرحلة أو الأكتيفيتي الرابعة الرئيسية اللي هي ايفوليوشن، التحديث. بديش اقول التطوير عشان ما تخربط ما بين كلمة تطوير اللي هي معناها بناء الأنظمة، وما بين كلمة evolution. evolution تحديث، اللي هي تتضمن برضو مرحلة الصيانة، مرحلة إذا كان في شغلات زيادة بدنا نضيفها. إذا بتلاحظوا هذه الأكتيفيتيز الأربعة الرئيسية هي مش بس خاصة بالسوفتوير بروسيس، لا، هذه بتنفع لأي شيء في الحياة. يعني لو حكينا مثلا مهندس معماري بده يبني بناية، بده يجي يقعد مع الزبون، الزبون بده يشرح له شو متطلباته. طبعا مش ضروري الزبون
يحكي مقاسات الغرف ويحكي قديش ارتفاع العمود وقد لا، الزبون بيجي بيقول والله انا مثلا بدي بيت فعلى قطعة الارض هذه. طبعا هنا دور المهندس بيساله بقول له كم غرفه بدك؟ طب ما لا، هو حتى ما مش راح يقول له كم غرفه بدك، هيقول له عندك اولاد عندك بنات قديش عددهم؟ راح يساله مثلا بدك غرفه مكتب، بدك مطبخ صغير ولا كبير، بدك مثلا غرفه ضيافه قديش مساحتها او قديش حجمها كبير ولا صغير. مش شرط يحكي بالارقام، يعني هنا بنحكي احنا متطلبات الزبون. الزبون ما بيكونش عارف بالضبط هو ايش بده مقاسات او ايش بده ارقام او ايش بده ابعاد، لكن هذه وظيفة المهندس. المهندس فقط بيقعد معاه، بيفهم طبيعة عمله، بيفهم طبيعة البيئة بتاعته، أسرته قديش عدد أفراد أسرته، ضيوفه قديش بدهم يكونوا، كتار قلال، المطبخ بده إياه كبير صغير، وهكذا. هو دوره في مرحلة الديزاين والإمبلمنتيشن، بيجي بحط اللي هي الخريطة. طبعا هنا مرحلة الديزاين مش إنه مرحلة إنه يروح يشتغل على الأرض، لا، هو بيشتغل في الأول على المخططات في الأول، بعدين بيجي مرحلة الإمبلمنتيشن اللي هي هو بيجي دور المقاول، وبيجي بيبني بياخذ المخطط هذا، والمقاول نفسه بيحول المخطط هذا إلى شيء فعلي على أرض الواقع. الآن مرحلة الفاليديشن طبعا هنا طبعا مش ضروري تتم بعد مرحله الامبلمنتيشن، يعني مش شرط والله نيجي نقول والله الديزاين والامبلمنتيشن بعدين بيجي وراها الفاليديشن. معناته لو في شغله ما عجبتش الزبون معناته بدها تكون مرحله الفاليديشن مرحله مكلفه، لانه بيصير يهد ويبني ويعاود يبني. هذا خطا. المفترض انه مرحله الفاليديشن تتم بالتوازي مع مرحله الديزاين. والله بعد ما خلصنا المخطط نيجي نقعد مع الزبون ونقول له هاي المخطط اللي طلع معنا، هاي الابعاد هيك هتكون، وهاي المقاسات هيك هتكون. فمرحلة الفاليديشن بدها تكون بالتوازي مع مرحلة الديزاين في هذه الحالة، في حالة المهندس المعماري. لكن في حالات تانية في الحياة العملية ممكن تكون مرحلة الفاليديشن تيجي بعد، يعني زي السوفت وير مثلا. السوفت وير بعد ما نعمل الديزاين في شغلات ممكن نعمل لها فاليديشن، زي مثلا الواجهات، شكل الواجهات بده يكون اوكي بنتفق عليها ونعملها فاليديشن في مرحلة الديزاين. بعد ما تتصمم وتتنفذ بصير في فاليديشن لاشياء ثانيه غير الواجهات، فاليديشن للفانكشناليتي، فاليديشن لآلية العمل للواجهات هذه، هل هي تعمل بشكل صحيح ولا لا. فمرحله الفاليديشن يبقى مش ضروري تكون يعني بالتتابع، حتى المراحل هذه كلها مش ضروري تكون بالتتابع، ممكن تكون بالتوازي حسب المنهجيه. يبقى احنا ندرس منهجيات وهنشوف كيف المنهجيات تختلف في ترتيب هذه الاكتيفيتيز الرئيسيه، لكن كلها لازم تشمل هذه الاكتيفيتيز الرئيسيه. اخر اكتيفيتي اللي هي الايفوليوشن قلنا، اللي هي المينتيننس، بتم بناء فيها تحديث الانظمه، متابعه الصيانه الى اخره. طب يبقى فهمنا ايش السوفت وير ديفلوبمنت بروسيس. طب ايش السوفت وير بروسيس موديل؟ نقدر نقول هو نماذج لهذه المنهجيات. في نماذج اوريدي جاهزه العلماء اتفقوا عليها، او في السوفت وير انجينيرنج كوميونتي اتفقوا على هذه النماذج، وراح نتعلمها هذه النماذج ونتعرف عليها. هذه النماذج تعتبر هي ابستراكشن او ابستراكت ريبريزنتيشن اوف ذا بروسيس، تمثيل بسيط ومبسط لهذه البروسيس، بوضح الخطوات هذه وبوضح وجهة النظر اللي احنا بنحكي عنها. فمش ضروري طبعا انت تلتزم بمنهجيه معينه. ممكن تاخذ انت مثلا، يعني هنا خلينا نقول احنا السوفت وير ديفلوبمنت بروسيس هي الخطوات العمليه اللي انت راح تتبعها لتنفيذ التطبيق او لبناء النظام. هنا في منهجيات اوريدي جاهزه، انت بامكانك انك تختار خطواتك لتنفيذ السوفت وير من منهجيه واحده او من عده منهجيات فبيكون في عندك لك انت موديل خاص فيك يعني. تمام، خلينا نحكي الان عن سوفت وير ديفلوبمنت بروسيس ديسكريبشنز. هذه الخطوه او فيها لو بدنا نحكي عن اللي هي المنهجيات هذه، نقدر نوصفها when we describe and discuss a process we usually talk about activities. احنا بالعاده بنحكي عن activities زي ما شفنا، هي الاكتيفيتيز الرئيسيه الاربعه هذه. لكن هذه الاكتيفيتيز
مش بس بنحكي عنها، لا بنحكي عن طريقة ترتيبها أيضا. يعني ممكن زي ما حكيت قبل شوية، طريقة ترتيبها المنهجية تختلف من منهجية إلى منهجية أخرى عن طريق اختلاف ترتيب هذه الأكتيفيتيز. ممكن أشياء تتم بالتوازي، ممكن أشياء تتم ما بينفع تتم إلا بعد ما تخلص مرحلة معينة، وهكذا حسب اختلاف المنهجية. لكن كل المنهجيات أيضا لما بنيجي بنحكي عن أكتيفيتيز، بنيجيش نحكي عن أكتيفيتيز بشكل مجرد، لا بنحكي عن البرودكتس. ايش البرودكتس؟ كل اكتيفيتي من هذه الاكتيفيتيز الاربعه الرئيسيه، تمام، يجب انه احنا نحدد ما هو المنتج اللي بده يطلع معايا في كل مرحله. يعني كان مثلا مثال على مثال المهندس المدني المعماري، لما بنحكي عن سبيسيفيكيشن في هذه المرحله، لما يقعد هو مع الزبون هو بده يطلع بليسته، بقائمه نقدر نقول عن المتطلبات اللي بيحتاجها الزبون من البيت. هذه المتطلبات لازم تكون مكتوبة بطريقة معينة، بطريقة واضحة، بطريقة صحيحة وسليمة، عشان في المراحل القادمة نستخدمها في عملية التحقق. تمام، يبقى في عندي list of specification document، بده يكون في document، بده يكون في مستند، اوكي، وبده يكون في مثلا اتفاقية موقعة بناء على هذا الكلام. مرحلة مثلا الديزاين، نرجع هنا مرحلة الديزاين، بده يكون في عندي الاوتبوت، ايش هو البرودكت تاعي في مرحله الديزاين، هو الخريطه نفسها، البلان. في مرحله الفاليديشن في دوكيومنتس نستخدمها للفاليديشن، تمام. في مرحله المينتيننس في دوكيومنتيشن نستخدمها في هذه المرحله. ففي كل مرحله من هذه المراحل او في كل اكتيفيتي من هذه الاكتيفيتيز في برودكت معين لازم احنا نفهمه. يبقى ايش هو البرودكت؟ هو الاوت كم اوف ذا اكتيفيتي. نيجي للرولز. طبعا في حاجة اسمها الرول باليو، في رولز، لنفرق بينهم. الرول باليو هي قاعدة، هذا حاجة تانية، لكن الرولز هذه الأدوار. كل اكتيفيتي من هذه الاكتيفيتيز لازم نكون محددين مين اللي بده يقوم فيها وقديش حتى بده ياخذ وقت إلى آخره. يبقى which reflects the responsibilities of the people involved in the process. كل اكتيفيتي من هذه الاكتيفيتيز لازم نحدد احنا من هو المسؤول عنها. في حاجه اسمها بري اند بوست كونديشنز، كل واحده من هذه الاكتيفيتيز شروط سابقه لإلها وفي شروط او شروط لاحقه لإلها. يعني which are، خلينا نحكي عنها، نقراها الجمله، which are the statements that are true before and after a process activity has been enacted or the product produced. يبقى لازم هنا مثلا في مرحله السبيسيفيكيشن ايش هي الشغلات اللي لازم تكون متوافره قبل مرحله السبيسيفيكيشن والشغلات اللي بعد. الديزاين مثلا، عشان ابدا في الديزاين لازم يكون السبيسيفيكيشن قبل موجود وجاهز، سبيسيفيكيشن دوكيومنت لازم يكون جاهز، او البرودكت اللي المفترض انه السبيسيفيكيشن ستيج او اكتيفيتي تطلع لي اياه لازم يكون جاهز. في مرحلة الفاليديشن، عشان اعمل فاليديشن لازم السبيسيفيكيشن تكون موجودة ولازم الامبلمنتيشن يكون موجود، هذا بري كونديشن، وهكذا. يبقى هذه الشغلات التي ترافق الاكتيفيتيز. يبقى احنا لما بنحكي عن سوفت وير بروسيس بدنا نوصفها، بنوصف الاكتيفيتيز وترتيبها وبنوصف هذه الشغلات معها. يبقى اي منهجية لتطوير الأنظمة لازم الاكتيفيتيز تكون واضحة فيها ترتيب هذه الاكتيفيتيز، وكمان لازم تشمل كل اكتيفيتي، قبل كل اكتيفيتي ايش هي المنتجات اللي راح تطلع معي مع كل اكتيفيتي، وايش الرولز، مين مسؤول، وايش البري والبوست كونديشنز. هذه هي، هيك نكون احنا وصفنا المنهجيه بطريقه صحيحه وسليمه. نيجي الان لتقسيم البروسيسز هذه او السوفت وير ديفلوبمنت بروسيسز. العلماء قسموها لعدة تصنيفات، في واحد من هذه التصنيفات اللي هي البلان دريفن والاجايل بروسيسز. ايش البلان دريفن بروسيسز؟ هي منهجيات مخطط لها مسبقا. يعني ايش يعني مخطط لها مسبقا؟ او الاكتيفيتيز اللي فيها مخطط لها مسبقا. يبقى بلان دريفن بروسيسز ار بروسيسز وير اول اوف ذا بروسيسز اكتيفيتيز ار بلاند ان ادفانس. يبقى أنا المنهجية هذه في إلها خطوات محددة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع خطوات مثلا أو activities نسميها،
تمام. هذه الاكتيفيتيز مخطط لها مسبقا. ايش يعني مخطط لها مسبقا؟ يعني من قبل انا عارف ايش راح اعمل في كل خطوه، وامتى راح ابدا في كل اكتيفيتي، وامتى راح انتهي منها، وايش البرودكت اللي راح ينتج منها، وايش الرولز، وكل شيء واضح وواضح ومخطط له مسبقا. انا بصير اقارن نفسي هل انا ماشي على البلان هذه ولا لا اثناء العمل. يبقى and progress is measured against this plan. اي تقدم في العمل بقيسه بناء على الخطه اللي انا حطيتها مسبقا. لكن في الاجايل، اول شيء ايش كلمه اجايل معناها؟ اجايل معناها رشيق، رشيقه يعني خطوات رشيقه. في ان اجايل بروسيسز بنقول بلاننج از انكريمنتال، التخطيط نفسه انكريمنتالي بيتم. كيف يعني؟ يعني انا ببدا بمتطلبات واضحه امامي، تمام، لنظام معين، وببدا اشتغل عليها، وببدا اعمل ديزاين فيها، وببدا اعمل امبلمنتيشن، وببدا اعمل ديفلوبمنت وهكذا. لكن ممكن اثناء عملي على هذه المتطلبات تطرأ متطلبات جديده، اضطر ساعتها اني انا اضيفها واعدل عليها وهكذا. فالبلاننج نفسه انكريمنتال، انا مش واضح امامي ايش المتطلب. طبعا هذه الانظمه او هذه البروسيس او هذه المنهجيه بستخدمها في الانظمه الغامضه، في الانظمه اللي اول مره ينشغل عليها، في الانظمه اللي المتطلبات فيها مش واضحه، الزبون نفسه بكون مش عارف ايش هو بده. انت بتبدا تحكي معه وتقول له اوكي انا هعمل لك هيك هيك وهيك، انت يصير يقول لا طب ماشي اوكي انا بدي كمان هيك، بدي تضيف لي كمان لسه. يعني ممكن انت في الجلسه الاولى يكون هو عنده تصور معين لنظامه او لتطبيقه، في نهايه الجلسه يكون في تصور ثاني مختلف عن اللي كان جاي عليه هو. وكمان ممكن انت تسلمه شغل معين، يعني واجهات معينه، يصير يقول اوكي انا بدي كمان مثلا تعديلات هون، بدي اضافات هون، بدي اضافات هون. فهذه بيتطلب منك انك انت تعدل وتضيف. فالبلاننج نفسه انكريمنت، هذا اول شغله. الشغله الثانيه، هذه الاجايل من الطرق الحديثه، هي صحيح من احدث، لكنها برضو من الطرق الصعبه في الاداره. لازم تكون انت برضو العمليه منضبطه، ولازم تكون العمليه according to the budget، لازم تكون budget او الموازنات المتاحة لتنفيذها مثل هيك منهجيات، أو لتطبيق مثل هيك منهجيات في تطوير الأنظمة، لازم تكون مضبوطة بطريقة صحيحة وبطريقة علمية دقيقة. لأنه ممكن أنا أطلع عن البادجت في هذه الحالة، أطلع عن الموازنة، يعني أكون محدد مبلغ معين وبسبب التطوير الدائم والإضافات الكثيرة أطلع عن هذه البادجت، يصير في عندي عجز في الموازنة. فلازم يكون في إدارة برضو حكيمة، وبدها تحتاج إلى إدارة أقوى. يبقى هنا في البلان دريفن الخطة واضحة والموازنة بتاعتها واضحة، ما في تغيير عليها، ما في تغيير على المتطلبات وأثناء العمل. لكن هنا لا، بيختلف الإشي، بيكون في إدارة أقوى. يعني المدير في هذه الحالة لما بده يشتغل أجايل، المدير نفسه بده يكون قوي، بده يكون بيعرف يدير التغيرات اللي راح تطرأ على الخطة نفسها. الخطة نفسها متغيرة، فلازم يقدر يدير الخطة هذه بشكل صحيح. الآن من ناحية عملية، أغلب المنهجيات المتبعة في السوق ممكن تكون بلان دريفن، وممكن تكون أجايل، أو خليط منها. كيف يعني خليط منها؟ يعني مثلا مرحلة السبيسيفيكيشن متغيرة، بده يكون في تغييرات مثلا بناء عليها الديزاين والامبلمنتيشن، في تغيرات. لكن ممكن مثلا انه نتفق على سبيسيفيكيشن معينه، تمام، ونبدا نشتغل عليها، وبعدين اذا كان في تغييرات لاحقه يتم التوافق عليها لاحقا. يعني تكون خليط ما بين البلان دريفن والاجايل ابروشز. طبعا ما نقدرش نقول انه في منهجيه معينه صحيحه ومنهجيه خاطئه، او منهجيه بتنفع ولا ما بتنفعش. لا، المنهجيات كلها هذه لها استخداماتها، بتنفع في حالات معينة، ما بتنفع في حالات أخرى. فلازم إنه إحنا كمهندسين للبرمجيات، لتطوير البرمجيات، نكون واعيين وين كل بروسيس أو كل أكتيفيتي كيف نستخدمها وكيف نطبقها لتطوير أي نظام.